لأنه وطن للأغنيات الجميلة، امتداد متمايز. في الشمال تلتقي الغيوم بالجبال، وجنوبا يستعذب البحر مواويل العابرين. ولغنى تفاصيل حياته اليومية، عيون نسائه المطلة عبر الشراشف، ورائحة البن في الشجيرات، واستسلام الأحلام لمفردات اللغة، كانت الأغنية اليمنية فصلا متميزا في مواسم الغناء العربي. أن في اليمن توجد ألوان غنائية تراثية يتقدمها الغناء الصنعاني من حيث التاريخ، لأن الشعر الغناء الصنعاني والأغنية الصنعانية تعود إلى حوالي 500 سنة، ولهذا سبقت غيرها من الألوان الغنائية في لحج وفي حضرموت وفي عدن وفي يافع، وهذه المناطق هي التي اشتهر فيها الغناء اليمني. في اليمن صنعاء الأغنية الصنعانية تعتمد على شعر التراث المعروف بالحميني، وهو حسب ما عرفه الكثيرون من النقاد والباحثين شعر فصيح ملحون، بمعنى أنه لا يعتمد على التشكيل في أواخر الكلمات، فهو غالبا ما يسكن لله ما يحويه هذا المقام تجمعت فيه النفايس، بدل ما يقال المقام ولله فهو يسكن، فهو شعر فصيح ملحون، وسمي أو اطلق عليه الحميني. النسبة هذه اختلف حولها الكثيرون، هل هي من حمي، هل هي من الحمى، هل هي من حمى، فلم يجمع عليها كثيرون حتى نقول أنها صارت التسمية تعتمد على كذا بموجب إجماع، لكن هي موجب ما يعني حاول المجتهدون أن يقول، لكنها تسمية، ونقول الأسماء لا تعلل. هي حميني وفيها شعر ما يعرف بالموشح، قريب من الموشح الأندلسي، فيها البيت والتوشيح والتخميس ولهذا، فهي نعتبرها هي الأغنية الكلاسيكية أرستقراطية. فكان هناك ابن شرف الدين أكثر من قدم للأغنية الصنعانية الحمينية، ولهذا نجد في كتب التي أرقت لهذا اللون نجد أسماء الشعراء، ابن شرف الدين، الأنسي، الأب الأنسي، الابن العنسي، ولا نجد أسماء الملحنين، وكأنهم كانوا يتحرجون من ذكر أن يقال أنهم ملحنون، طبعا لأنهم كانوا في معظمهم قضاة رجال دين. لكن الأغنية اليمنية بقت لفترة طويلة أسيرة جغرافيتها، وكانت تتسلل إلى الخارج عبر أصوات متفرقة أو ألحان أو كلمات، ظلت طويلا تبحث عن حضور متكامل ويمني في كل شيء. الأغنية اللحجية فيما يبدو هي برضو أقدم من ناحية تسلسل بعض الصنعاني، كانت أغنية تراثية في لحج، لكن جاء أمير اسمه الأمير أحمد فضل القمندان، لقب بالقمندان نسبة إلى مركزه العسكري، كونه كان كوماندر بالإنجليزي، كوماندانت قائد جيش، فهو كان قائد الجيش أمير، فاشتهر بهذا أغاني أحمد فضل القمندان. هذا الرجل كان عظيما،
كان يكتب الكلام وكان يلحن، ولهذا قدم كثيرا من الأغاني التي أغصبت الأغنية اللحجية. ولهذا كل الجيل اللي جاء من بعده يغنون وإلى الآن فيصل علوي وفنانين أحمد يوسف الزبيدي يغنوا أغاني القومندان، وهي الأغاني المشهورة اللحجية والتي كثيرا ما تغنت بالورد والفل والكافي والمشمش والموز والعنب، يعني كانت طبيعة، وكان الرجل يعني نقول أمير فنان. الرتبة العسكرية كانت يعني بعيدة عليه، لا تنطبق عليه لأنه رقيق فنان. يقول للحبيب باب اجلس على بابك با قرمش وبا مضروب، با قرمش با مضروب هذه نوع من الحلويات حق الأطفال، يعني هو يقول للحبيب يعني اشتي اجلس عند الباب حقك يعني، وهو أمير. كثير مثل هذه الأغاني، يا ورد يا كاذي يا موز يا مشمش، يا ورد يا كاذي ألا يا موز يا مشمش، يا عنبرود ألا يا قمري الوادي، لك خد الشامية وعين الهنود ألا مالح يا زين. يا ورد يا كاذي يا موز يا مشمش ويا عنبرود يا قمري الوادي، لك قد شامية وعين الهنود ألا مالح يا زين. يا قل لي يا نادي، قل لي ليالي الوصل شيبات تعود، بانق لي الصادي يا سمهري القامة أسير الخدود على مالح يا زين. إذا حدا حادي ليلا تذكرتك فرغت الرقود، نسيت ميعادي من علمك لما خلفت الوعود. طبعا كان الرائد الأول هو محمد جمعة خان. غنى أغاني حضرمية، وغنى أغاني باللهجة أو باللحن الهندي، واللحن الهندي هذا كان مشوق يبدو أنه الكثير المناطق الساحلية في حضرموت وفي عدن، يبدو حتى في الخليج اللحن الهندي محبب، ربما لأنه كانت السينما الهندية طاغية على المناطق في عدن في حضرموت، فكانوا يا أخي يسمعون أغاني في السينما، فيخرج الفنان يحط لحن على اللحن الهندي. ربما كان أيضا بسبب حكم العلاقات التجارية التي كانت والانتقال يعني مع شرق أفريقيا ومع الهند، كان في تعامل كبير بين عدن كانت تحكم من الهند أصلا. عدن في القرن الماضي وبداية القرن الماضي الإنجليز كان يحكم الهند وعدن، فجاب إدارة هندية تحكم عدن. الهنود انتقلوا بعاداتهم وتقاليدهم وأكلاتهم وملابسهم أثروا على سكان عدن الأصليين، ولهذا حتى كان في أغاني تغنى بالهندي. أنا أذكر وأنا طفل يعني بتكيري سواكوني مرا عشقك نيا، بقواني سرقة سرقاتي مرنية، نغني ومش عارفين إيش الكلام وإيش ما هو المعنى. ولهذا كان يأخذ بعض المطربين اللحن الهندي يحطوا عليه كلام. لا اسمه كلام هندي يعني، امنحي الصبر كثير من هذا ولا حنانيك يا من سكنت الحنايا وحملت قلبي جميع الرزايا جميع الرزايا، هندي هذا وضعه محمد جمعة خان، الكلام فصيح واللحن هندي. ثم جاء غنى له وضع الحان حضرمية بحتة، اشتهر بها محمد جمعة خان لشعراء حضارم. ثم جاء المحضار وعمل العلامة البارزة للأغنية الحضرمية فوضع الحان، طبعا هو كان يستمد بعض الجمل التراثية من الأغنية الحضرمية ويضع بصماته هو كمحضار اللحن والكلام، وعمل مدرسة المحضارية التي اشتهر بها الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه،
وهكذا. مثلا محمد سعد عبد الله هو الوحيد الله يرحمه، هذا كان عملاقا، كان يكتب الكلام وكان يلحن، وكان صوته جميلا جدا محمد سعد عبد الله، وكان يكتب في كل الألوان، يكتب ويلحن على الطريقة العدنية وعلى الطريقة اللحجية وعلى الطريقة اليافعية، يافعية على طيب، مثل يوم لاحظ في طريقي بالصدف قابلت واحد، هذا لحن يافعي ما يعرفوش بعض الناس أو في الخارج يعني. بس البعض ربما قالوا ان اللحن لهم هو لحن محمد سعد عبد الله، كلمات محمد سعد عبد الله، لحن بالحضرمي، كتب كلمات باللون الحضرمي، غنى طبعا هو غنى تراث صنعاني احسن من اي واحد، كتب كلمات على اللون الصنعاني حميني، وعمل لحن صنعاني مثل اغنيه غزال البيد يا شارد، او امير الغيد يا سيد الغواني، لحنه كلامه ولحنه على الطريقه الصنعانيه. فقليلون هم الذين تجدين أنهم يجمعوا بين الكلام واللحن والغناء، أو بين الكلام واللحن. رحمن يا رحمن يا من فوق عرشك مرتفع، يا قاضي الحاجات يا من بالسراير مطلع، قال الفتى العزي صدفت اليوم زينه يا فجزع، قد كنت يا صلي وانا مدرك. اسمع، قد ترى بالسمع اكثر مما تتصور، تتراءى المدن في ظلال الكلمات، وفي بحة الصوت تتراءى معالمها واسرارها الجميله في شجن الموسيقى. قد كنت يا صلي وانا ما ادركته الا حنكع، مرنح القامه شبيه الخيزران المرتفع، ريم الخبا مخبا يا المخبا مكانه ممتنع، ما يعرف الخرجه سوى فوق الوسايد مرتفع، وان خرج ما تبتر الا والعوالم تجتمع، قيام في الخدمه وفي الطاعه وما قال التبع، حلفت يا من شاهد يبقى مكانه ممتنع. سأجعل عيني بحرا خضما، وسأطوح بصبري إلى الصحراء، ثم سألتقي بقلبي المحترق في هذا اليم الزاخر بالماء، وإني لأتأوه في حرقة من قرارة قلبي الضيق المذنب الآثم، بحيث أشعل اللهيب ثانية في إثم آدم وحواء.